مصنع السلام والذي أنشئ قبل أكثر من 60 عاماً هو واحد من المصانع القليلة المتبقية والمختصة في صناعة الزجاج والخزف في مدينة الخليل. نتابع. لكل منهم لغته الخاصة في صناعة منتجات وثقت كجزء من التاريخ الفلسطيني. هنا صانع أعطى قليلاً من أنفاسه لزجاج خام فتشكل. بالمقابل في الزاوية هناك حرفي يعطي كل جزء من الصلصال بصمات من أصابعه فيصيره قطعاً فخارية. وفي غرفة صغيرة في مكان قريب عروق أشجار وورود برسم شرقي على سطح قطع الخزف رسمتها أيادي فنان تمارس الصنعة منذ 50 عاماً. الخزف أو شغلة الإزاز بالذات الزجاج زمان لها في مدينة الخليل، يعني بالذات في مدينة الخليل الشغلة ماشية لها لقيت، يعني لها له الشغل هذا حوالي 50 سنة 60 سنة. أنا متذكر أنا اشتغلت فيها هذه الشغلة وأنا عمري 10 سنين، كنت اشتغل في شقه السهله شقه الحرم الابراهيمي. احنا هذه المواد الخام كلها بنشتريها من برا، احنا بنصنع هون، بنصنع الخام والرسم، احنا بنرسم رسم شرقي، يعني السايح تمنه بيجي عندنا بدوس زي شغل عندهم، تلزيق شغل تلزيق وشغل، احنا معظمه كله شغل يدوي احنا بنشتغله. شغلة بتسلي وفنية كويسة ممتازة جدا، بس المهم تسويقها يعني أهم شغلة. وبتعرفوا الاحتلال الإسرائيلي ما هو بيمنع السواح يجوا على هون وبيمنع الناس يجوا، يعني بيضعف الاقتصاد شوي الفلسطيني. هذا بعد الشغل بشتغله أنا موسم الموسم رجع أنا بشتغل أنا بس بحب الفن. وعلى الطريق الواصل إلى مدينة الخليل تحديدا على مدخل مدينة حلحول أنشئ مصنع السلام للزجاج والخزف منذ العام 1950 ليبقى إلى اليوم واحداً من المصانع القليلة في المحافظة والتي تحافظ على هذه الصناعة من الاندثار، إضافة لعمله على تطوير بعض المنتجات لتتماشى مع العصر الحالي من حيث الألوان والرسومات. بيت مهن جمع في زواياه عدداً من أمهر الفنيين ممن حافظوا على الصناعات التراثية التقليدية، بالإضافة لصالة عرض لبيع المنتجات للزبائن من المواطنين والسياح. تاريخياً صناعة أباً عن جد، بداية كانت مقتصرة على أواني زجاجية بسيطة اللي هي استعمالات البيتية، السيراميك، الشغلات المطلوبة كانت اللي هي الأواني السيراميك المستعملة منزلياً، خلينا نقول تم تطويرها شوي شوي لتلائم الأذواق المطلوبة لحد ما وصلنا اللي هو موجود حالياً بين إيدينا. كانت في الفترة الماضية كان الوضع مقتصر على التصدير أكثر من البيع المحلي، حالياً البيع المحلي ماخذ حظ نصيب الأسد، في إقبال ممتاز خلينا نقول على السيراميك والزجاج طبعاً، بس على السيراميك الرينج تبعه أعلى شوي. طبعاً عندنا السوق المحلي بياخذ تقريباً 60% من قيمة صادرات المصنع، وعندنا كمان هلأ في الوقت الحالي ممكن نقول الشغلات الدارجة في السوق المحلي اللي هي الاستعمال المنزلي أكثر من ديكوريشن. قديم أعطي روحاً جديدة فتحول من قطع تزيين المنازل إلى قطع تلبي الحاجات اليومية،
وهو ما سعى القائمون على مصنع السلام لتطبيقه من باب الحفاظ على موروث الأجداد والتمسك به في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لقطع صلة الفلسطيني بماضيه بهدف صنع تاريخه المزيف على الأرض الفلسطينية التي يحتلها.